حرزت ميداليه مثلا بتشيكوسلوفاكيا ميداليه ذهبيه، باسطنبول ميداليه ذهبيه، بطوله اسيا ذهبيه، بطوله عرب ذهبيه، ميداليه فضيه بروسيا، ميداليه ذهبيه في ايران، ميداليه برونزيه ببلغاريا. حرزت يعني مده العشر سنين ميداليات كثير، منهم ذهب ومنهم فضه. أمارس لعبتي وأدرب فيها، جيت أنا تفاجأت في كلس رياضة ضعيفة جدا لا يوجد فيها غير عبارة عن لعبة الحديد. لعيبه سوريين ولعيبه اتراك، هلا ضمن التمرين في اتراك في سوريين. حاولت انا بس اللي الصعوبات العملاقيه اني انا السوري غير مسموح له يشارك ضمن تركيا او بالمباريات البطولات التركيه الا لاعب تجنس، مثل ما حكينا وعندي لاعب انا اسمه عبد الرزاق درويش متجنس وعم يشارك في البطولات التركيه، بس نحن عم نلاقي كثير صعوبه. أنا حابب إني أطالع أبطال كان جوا تركيا وكان خارج تركيا، لأني عندنا خامات جيدة من سوريين وأتراك، في خامات جيدة كتير في كليس.